صارت لك مواقف ويا زبونات غريبة مثلا، الموضوع انه هم يعني مثلا يختارون شيء ما يلوق لهم؟ كلش. شو تسوين؟ يعني مثلا تجي وحدة مثلا سمرة، كلش سمرة سمرة بشكل، وش تطلب؟ اطلب مكياج ابيض كلش. نقعد ننصح انه احنا لو بيضنا الوجه والرقبه زين، باقي الجسم ايش راح يبيضه؟ اكو مشكله حتصير. ما تقتنع، تقول انا هذا تطلع بيضه، اذا طلعتيني سمره رجلي يطلقني. يعني معقوله رجلك حيطلقك انا مو طلعت السمره؟ هاي بعرسها قصدك يعني. اي يعني عقليات كلش. واكو مثلا يجون مثلا تريد مكياج هيفاء وهبي او مكياج جيجي وهي مره صارت لي، خل احكي لك. مره جتني وحده عيونها يابانيه، يابانيه بشكل يعني ما تنشاف، بس هاي بس شويه هيك اسم من العيون. جابت لي صوره لهيفاء وهبي، كان تقول لي اني الا قالوا لي بس صارت طلعت مثل هيفاء وهبي. قلت لها بس دقيقه، اوكي انا اسويك سموكي ماكو اي مشكله. ها أنا عندي صورة لبنية صديقتي هي حلوة سويتها تشبه هيفاء، إذا طب للصورة إنه هيفاء وهبي بالفعل صارت. قالت لي أنت شفت سويتي المكياج اللوك للسارة ضبطه. قلت لها حبيبتي شوف راح أقول السالفة، البنية اللي مسويتها بالصورة أنا عيونها كبار، ملامحها تقاسيمها أوكي تضبط على هالمكياج، أنت أكو صعوبة ما راح تطلعين هيجي، راح يطلع المكياج كأنما كلش أسود هواية وكلش مشكلة حصير عندك. ما اقتنعت، تخيل لغت الحجز وطلعت من نصيحة، من نصيحة أنا كنت أقدر أخلي لها المكياج وتطلع ما حلوة، بس ضميري شون حرام علي. صار قبل عركة عندك بالمركز؟ مرة واحدة جتي تضربني بالبطل. ليش؟ سوت تاتو تريد تسترجع الحساب، كملنا التاتو والتاتو كلش حلو من هذا النوع اللي الطب تسوي وتطلع ببلاش. أكو هيك ناس؟ كلش. لا يعني تسوي مشكلة حتى ما تدفع فلوس؟ لا دافعة الفلوس. أوكي. كملت شعرها وكملت التاتو كان تلزم البطل. سوت مشكلة ما أعرف ليش، قامت تعيط شبيك كان تقول لي راسي وجعني. قلت لها ترى هو سحب لون طبيعي. كان تقول لي لا ما علي يعني، ترجعوا لي الفلوس لو أضرب روحي بالبطل، لو أضربش بالبطل. كاميرات تصور وش كيف ومن انضربت بعدين بالبطل؟ ما ضربنا، طلعوها الزبائن مو انا طلعتها ولا حكيت وياها. الموجودات قالوا لها روح استعوذ الشيطان وقولي يا الله، ورجعت لها فلوسها. على شرط قلت لها انت مشكلتك الفلوس، هاي الفلوس زين تسوين مجنونه كانت والله.